امبارح خلال فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن في حرص شديد على خروج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن وبشكل موضوعي. لجدال الهدف الرئيسي في النهاية هو حماية الأسرة والأبناء. أنا شايف وزير العدل موجود مش كده؟ طب ما تقول كلمتين عن موضوع اللي هم الناس كلها قلقانة منه، وبعد انت ما اتكلمت معايا في اللقاء بتاعنا الناس قالت كلام كتير قوي احنا ما قلناهوش، فبس طمنهم على موضوع حتى حاجه واحده يمكن محتاج ان احنا اولا خلي بالكم كلكم، وده الكلام ده بقول ليكم وللناس في مصر، فعلا احنا كلنا حريصين على ان قانون الاحوال الشخصيه هيبقى قانون متوازن وموضوعي جدا جدا وبعيد النظر وبعيد النظر. واسمحوا لي اقول لكم، اصل ما فيش حد ليه مصلحه ان احنا نعمل غير كده. يعني ما تفتكروش في البرلمان ان هيبقى مثلا الصوت ضد الموضوعيه وضد التوازن. احنا في النهايه هدفنا ان احنا نحمي الاسره ونحمي الابناء او البنات اللي من الاسره ديت. ده بس قاعده عامه لازم تكونوا منتبهين لها او باكدها لكم. ثم احنا قلنا هنعمل نقاش مجتمعي كبير قوي عشان اطمنكم على ان الموضوع يخرج بالشكل اللي هو الموضوعي والمتوازن. بس عايز اقول لكم على حاجه، كل صاحب قضيه هيبقى ليه وجهه نظر خاصه بيه هو حسب حالته. يعني النهارده لو انا عندي مشكله هتبنى، يعني صعب جدا ابقى موضوعي ومتوازن مع نفسي، صعب، مش هقول مستحيل لكن صعب ان الانسان يبقى موضوعي متوازن في قضيه خاصه بيه، وبالتالي لما بيتكلم عنها بيتكلم وبيدافع عن موقفه بشده، ولو اي حاجه غير كده بيبقى استعداده لاستقبالها مش سهل. سيادة الرئيس ايضا اشاد بدور المراه في المجتمع، وقال ان المراه المصريه معين لا ينضب من الوعي السليم، وهي قوه دفع هائله للوطن. عشان كده هي تستحق الافضل، تستحق من الدولة والمجتمع أن يتبذل قصارى الجهد علشان توفير الظروف الملائمة لحفظ حقوقها وتعزيزها وتفعيل دورها في جميع المجالات. إن المرأة في جميع أدوارها في المجتمع أثبتت مرة بعد أخرى أنها معين لا ينضب من الوعي السليم، ومزيج فريد من العقل والقلب ومن الموضوعية والعاطفة، بما جعلها دائما قوة دفع هائلة للوطن في محنه وشدائده قبل أوقاته السارة والسعيدة. وبالصدق أقول لكم كمواطن مصري مهتم بأحوال هذا الوطن وشعبه، إن المرأة المصرية تستحق ما هو أفضل، وتستحق من الدولة والمجتمع أن يبذل قصارى الجهد لتوفير الظروف الملائمة لحفظ حقوقها وتعزيزها وتفعيل دورها في جميع المجالات. أيضا خلال احتفالية امبارح، سيادة الرئيس أعلن عن مجموعة من القرارات لدعم المرأة المصرية، منها تمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة ليها، وكمان تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة. كمان أيضا كان في هناك اهتمام كبير بحماية المرأة العاملة وضمان حقوقها، وذلك في القوانين التي ستصدر بعد ذلك في مشروعات قانون العمل. خلينا نشوف. واستكمالا لمسيرة دعم المرأة المصرية، أوجه الحكومة بما يلي: إصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها. زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا بالدولة. التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل. التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للداخل.
تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة في توطين الصناعة الحديثة في مصر، متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر، حماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل. كما قررت إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم. والحقيقة صحيح السيد وزير الداخلية كنت بتكلم معاه فقال لي خرجوا النهاردة بمعززين مكرمين، هم 85 غارمة وحتى الغارمين. وممكن من فضلك الميكروفون لو سمحت، أنا بس عايزك تطمنهم يعني على الإجراءات اللي تفضل. هو حضرتك تفضلت بإصدار قرار بالعفو عن جميع الغارمين والغارمات اللي موجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهم عددهم 85 شخص، 40 سيدة و45 رجل، باعتبار ان الرجل رب الاسره ايضا، يعني حضرتك تفضلت بالعفو عنهم. وتم فعلا تنفيذ القرار، وتم كمان حضرتك تفضلت بان يكون في مساعده لتغطيه. المساعده من عندك انت يا محمود، انت اللي المساعده من وزاره الداخليه. لا يا فندم، لا من عندك توجيه حضرتك فندم. لا لا صحيح، المساعده من عندك انت، اتفضل. مساعده للمخرج عنهم حضرتك ليه تغطية مصاريف شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين. كان مهم قوي ان احنا ان هم يعني اهلنا يكونوا موجودين في بيوتهم دلوقتي ويعني يبقوا موجودين في الشهر الكريم ده مع اسرهم، وندخل البهجة والسرور عليهم. يعني القرار الغريمات قرار إنساني من المقام الأول، اهتمام القيادة السياسية بالإفراج عنهم قبل شهر رمضان أعتقد أنه لفتة إنسانية عظيمة جدا دخلت قلوب كل المصريين، ويمكن يعني كان صداها واضح في شفناها في القاعة وشفنا استقبال كل الموجودين أو الموجودات كمان بالذات لهذا القرار الإنساني. صحيح.